لاحظنا أن الشهور الأخيرة كانت هناك سلسلة متواصلة ومتواترة للاعتقالات بسبب الرأي التي جاءت بدورها بعد شهور وبعد سنوات من تدهور وتراجع الحريات في بلادنا. إنه من المؤسف حقا أن تكون لنا مؤسسة دستورية معنية بحماية وترسيخ حقوق الإنسان وتمول من أموال الشعب، لكن تسخر بهذه الطريقة الفجة للدفاع عن ممارسات الدولة المنتهكة لحقوق الإنسان والمتنافية مع المواثيق الدولية والشرائع السماوية. المتغير أيضا أيها الحضور الكريم هو أن المغرب اليوم يخرق حقوق الإنسان ويعتقل المواطنين تعسفا بسبب تعبيرهم عن آرائهم وبسبب ممارسة حقهم المشروع في الاحتجاج السلمي. يفعل ذلك بشراسة وهو قد وقع على المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والبروتوكولات الموافق بها، وهو ما يجعل الدولة تدين نفسها بنفسها بعدم وفائها بالتزاماتها الدولية والمجتمعية، ويفقد أذرعها الحقوقية المصداقية. هناك أزمة حقيقية تتخبط فيها السلطة، سواء السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية، وبالطبع السلطة القضائية التي تتناول القانون من خلال المحاكمات ومن خلال الأحكام، فتضيف إلى أزمة السلطات التنفيذية والتشريعية أزمة السلطة القضائية. ومن المحاكمات والقضايا التي عشناها منذ سنوات إلى اليوم عنوان فعلا فشل ذريع لدولة القانون ودولة المؤسسات، يسود فيها الظلم قبل سيادة القانون، ويسود فيها الشطط قبل أن تسود فيها الحقوق.